برحب بيك مرة تانية كابتن هيثم، برحب طبعا بضيوفك الكرام كابتن محمد سلعوي كابتن طاهر رجب، والتحية طبعا موصولة لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا عقب انتصار النادي الأهلي على نادي الزمالك بنتيجة 74-59 في الجولة ال 12 في الدور الترتيبي لدوري السوبر، أكيد يعني مباراة ما كانتش سهلة خالص زي ما احنا كلنا شفنا. خلينا دلوقتي طبعا نرحب بكابتن أحمد الجرحي المدرب العام للفريق، برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. في البداية كابتن أحمد ألف مبروك، مباراة ما كانتش صعبة على كل المستويات، غيابات كتير ضربت صفوف الفريق طبعا قبل هذه المباراة. لو هنتكلم النهاردة عن المباراة، فكرة ان هي مباراة تقيلة جدا على المستوى الفني بالنسبة للنادي الاهلي. طبعا برحب بيكي طبعا كابتن هيثم في الاستوديو، وكابتن طاهر رجب، كابتن سرعوي، كابتننا الكبار. اكيد انت بتلعبي النهاردة نادي الزمالك، فريق كبير على طول. اهلي الزمالك في اي رياضة المباراة ديربي بيبقى فيها، مهما كان الفرقتين بيبقى فيهم نقص عددي، كل واحد بيحارب ان هو يسعد جمهوره ويفوز بالمباراه. هتكلم على فرقتي، اكيد طبعا احنا عندنا غيابات مؤثره علينا جدا. اكيد احنا النهارده مستوانا مش احسن حاجه، يعني اتضررنا جدا من توقف الدولي طبعا، بس مش بايدينا يعني، الحمد لله يعني ان التوقف جه بصعود منتخب مصر لكاس العالم. بنهني كل اللعيبه والجهاز والاتحاد وكل اسر كره السله، طبعا كلنا فرحانين بالصعود ده لان ده بيكبر من لعبتنا، واحنا الحمد لله اللعبه ماشيه في طريق كويس. قبل التوقف احنا كنا ماشيين مستوى عالي جدا، طبعا رجع من منتخب ايهاب امين عنده اصابه، ان شاء الله يكون في التمرين بكره يعني، بس كان يفضل ان احنا النهارده ما نلعبوش. عمر طارق رجع باصابه، احمد مهيب مصاب، بيدو مصاب، ابو النصر جاله سبرين انكل اول امبارح في التمرين. فاصابات كلها يعني مؤثره جدا، لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه تحدث الفارق يعني. ان شاء الله كلهم واحد ورا واحد هيرجعوا لنا خلال 4 5 ايام، ممكن بس مهيب وبيدو هم اللي يتاخروا شويه، لكن الثلاثه التانيين مهيب وعمر طارق وإيهاب امين هيرجعوا لنا ورا بعض ان شاء الله. يعني ممكن عمر وإيهاب يبقوا متواجدين الماتش اللي جاي ان شاء الله، مهيب ممكن الماتش اللي بعده. بحيي اللعيبه. الميزه ان انت وانت في مستواكي مش في التوب فور ان انت عارف تكسبي، يعني دي بين شخصيه الفرقه. ان احنا النهارده دفعنا بعلي وحيد لعيب من تحت 20 سنه اوريدي احنا بنعامل كريم حاتم ومؤمن خيري وعلي ومحمد خيري، كل دول تحت 20 سنه يعني، حتى اللي انا بتكلم عليهم ان هم بيلعبوا معانا كلهم تحت 20 سنه. احنا القايمه بتاعتنا 10 لعيبه بس، لان عندنا ثقه كبيره في القطاع الناشئين في النادي الاهلي، عارفين النادي اشتغل ازاي الفترات اللي فاتت، والجهاز بقياده اوجستي اكيد يعني شايف عينيه على اللعيبه دي ومتابعها كلها، سواء تحت 18 او تحت 20، عارفين ان احنا ندخل اللعيبه مع الفرقه، وما ناس ما تحسش ان هم يعني، اكيد ناس النهارده مش حاسه ان مؤمن او عمرو زهران او اي لعيب من اللي بيلعبوا او كريم حاتم ان هو لعيب صغير، يعني هو لعيب كبير في الفرقه خلاص، مفيش حاجه اسمها ناشئ. طالما لعبت في فرقه الدرجه الاولى في النادي الاهلي تبقى قد المسؤوليه وقد الجمهور اللي بيشجعك وقد التيشيرت اللي انت لابسه. كابتن احمد، الكوارتر الثاني لما حصل التعادل، اهم التعليمات اللي حصلت منك من مستر اوجستي بوش للعيبه علشان ما يحصلش دروب في الجيم، وعلشان تقدروا ان انتوا تعوضوا زي ما احنا شفنا في الكوارتر الثالث والرابع؟ والله يعني بصي، انا كان جوايا احساس كده، انا حاسس ان اللعيبه حاسه ان هي ممكن ترجع للماتش في اي وقت، وده اوحش حاجه لو اللعيب حس بالاحساس ده جوه الملعب، سهل جدا يخسر المباراه. لكن هم يرجعوا بالتعادل او احنا نتقدم يرجعوا، الباسكت على طول انت بتاخدي ران، هو بياخد ران، ممكن انا اطلع هو يطلع 10 بونت، ما فيش مشكله خالص. بس كانت اهم حاجه ان احنا نهدى خالص ونلعب كفرقه، نلعب مع بعض، نركز في دفاعاتنا، نركز في التاكتكس بتاعنا في الهجوم. النقطه دي مش بتقلقنا خالص، متعودين عليها يعني، هي دي طبيعه اللعبه بتاعتنا. التحضيرات للفترة اللي جاية، وهل ممكن يتم الاعتماد برضو بشكل يعني رئيسي على العناصر اللي تم إشراكها النهاردة، سواء كريم حاتم، علي وحيد، محمد طارق خيري؟ لو هنتكلم ممكن علشان نريح اللعيبة الكبيرة مثلا للمباريات الهامة، هل هيتم ده خلال الفترة اللي جاية، والتحضيرات بشكل عام للفترة اللي جاية؟ والله احنا بنعمل كده كده روتيشن ما بين اللعيبة كلها، ماتشين جايين ماتشين كبار جدا مع نادي الجزيرة هنا على ملعبنا يوم الجمعة، يوم الاثنين مع نادي اتحاد اسكندري في اسكندرية، فاكيد المجهود هيتوزع على اللعيبه كلها في حدود ان الفرقه تكون بتادي في الليفل بتاعها. كل الموجودين النهارده موجودين معانا الفتره اللي جايه، الاصابات ترجع لنا هنكتمل بشكل اكبر، نقدر نوزع الحمل على اللعيبه كلها عشان كمان لما نروح للمراحل البلاي اوفز نبقى اللعيبه كلها موجوده واقفه على رجليها، والبال كمان عندنا الشهر اللي جاي ان شاء الله.
ومن خلال قناتكم يعني عايزين الناس كلها طبعا وجمهور النادي الاهلي يعرف الناس كلها في افريقيا يعني ايه جمهور النادي الاهلي. ده تحدي كبير كان عليه حديث ما بين يعني في مجال الباسكت بول وما بين اداره البال على الكم الجماهير اللي ممكن تحضر، ان هم نفسهم ان الصاله تبقى متقفله. ان شاء الله احنا بنروح على جمهور النادي الاهلي اللي مش محتاجين ان احنا نقول لهم ان هم يساندوا فرقتهم، هم كده كده بيساندوا الفرقه من غير ما حد يقول لهم. فان شاء الله باذن الله كده مستنينهم الشهر اللي جاي باذن الله في البطوله ونكون كده نقدر نساعدهم باذن الله. نورتنا يا كابتن احمد والف مبروك مره ثانيه. الله يبارك فيك، شكرا.